تعالوا شوفوا المنظر، شوفوا شوفوا. يا اهلا ومرحبا شباب وناس، شلونكم اخباركم؟ اليوم راح نسوي مشاوي عراقيه بهاي الاجواء الشتاء البارده في بلجيكا. طبعا عندنا ضيف ابو ايفا من بغداد. ابو ايفا شلونك؟ يا هلا بيك، اهلا. اخبارك؟ شنو معنوياتك بخصوص المشاوي؟ والله ما تطلب من المشاوي خاصه بالشتاء، يعني برد اي والله، وبعدين نسوي فتشاي على الفحم على النار. وهسه جاي نشعل النار حتى بعدين نبدا بالمشاوي. ابو ايفا، انت كنت بالسويد بسفره، شلون كان الوضع بالسويد؟ يعني احسن بلجيكا لو وين؟ لا احسن بالنسبه للجو هنا اصلا، يعني امنا بلجيكا احسن من السويد؟ ماكو نهار، ماكو شمس، ما تشوف شمس، بس ليل، هنا بالليل يكون بالليل. سمعتوا، بلجيكا احسن من السويد. اي يعني ما تقدر الا سياره، ما تقدر تمشي على بالك الجو مال العراق شو تشوف. طبعا قبل فتره طلبت هاي الشبكه من امازون، اشتريتها ب 75 يورو. مرات يعني نلعب، ف خاصه بالصيف احنا نلعب طايره وكره قدم، وابو ايفا هم دائما يجي يلعب ويانا وياكل مشاوي. اي خلي اشوف لكم الطيور مالتي، شوفون هاي طيور، طيور الغندور. ابو ايفا يقول طيور الحبس، شوفون اربعهم متشابهين. شلونكم؟ هذا اكبر واحد، عبالك صيف. فما كان عندنا شغله، قلت احسن شيء نسوي مشاوي. هسه فد شويه ونبدا. يا ابوي فد كلمه للمتابعين للمشاهدين. والله اطلب من المشاهدين تدعمون قناه ستيفان، لان قناه يعني متنوعه كل شيء بها. اي والله يا ريت. اسالك اي اسئله عن طيران، عن الجو، عن السفر، واقدر يساعدكم ويشوف لكم مرخص الاسعار. تخيم، هجره، اي شيء. اي شيء عن اللجوء، اللي هو يعني هو اختصاصه اللجوء. اي والله مشكور. طبعا احنا عندنا حطب، يعني ما نحتاج نروح نجيب فحم. شوفون هاي كلها حطب، كان عندنا اشجار بالحديقه فقطعناها، وهمين كان من اشتريت هذا البيت كان بيها خشب. وهمين عندنا غابه هنا، هاي منها الطريق يوديك الى خط السريع المستشفى صاير بهاي الجهه. شوفون حتى البيت يراد له بعد شغل، وهاي بيتنا اللي اشترينا قبل فتره بس بعدها يراد له شغل، يعني احنا لازم نبدل الشبابيك. فاليوم قلت خلي شوية اشوف لكم الاجواء، وعمي نسوي مشاوي وعمي نستغل الوقت. هاي الجماعة هنا. ابو ايفا سؤال بالنسبة للمشاوي، شنو اكثر شيء تحبه؟ والله انا اهم شيء عندي الكباب. كباب بس اليوم ماكو كباب. لا ماكو مشكلة. اليوم والله اليوم قلت ما دجاج. اليوم قلنا خلي نسوي الاجنحة وصدر دجاج ومعلاق وهاي سوالف. معلاق اي معلاق. ايه. بس لا تكة، تكة مالك مو والله تكة دائما نجيب اللحم، والله يا ابد مو زين، مو مثل اللحم العراقي يعني اكيد ما يستوي. صح، بس هاي كباب ودجاج، دجاج كلش طيب، بس اذا متبل دجاج زين. تعالوا خلي شويه اشوف لكم مهاراتي بكرة قدم المدريدي. يلا يلا صير حارس، خلي اجيب الكاميرا هنا حتى تبين. اوكي يلا، ترى خطره لصالح المنتخب العراقي. يلا والثاني. يجيبه يحصل لك وانت صار اسمه. اخوي مو على اساس تروح لبغداد؟ شو ما رحت؟ اي والله ما رحت شويه. والله فضي وياك، انا هم اجي وياك. ها؟ روح البصره وروح ال يلا. والله شو رايك نروح انا وانت؟ والله يعني انا صدق يعني ما تشرط. احجز لنا شوي. اي روح لبغداد، بصره. وهسه وصل الطباخ العالمي، طباخ ستيفان، الشيف ستيفان. شنو عندنا اليوم؟ عندنا المعلاق. بصراحه المعلاق فتشي على النار بصراحه. ابو ايفا تحب المعلاق على ال ايه معلاق نار كلش طيب. وعندنا صدر دجاج، وعندنا بصل وطماطم لازم، يعني شيء ضروري.
وطبعا عندنا الأجنحة. وبعدين بعد ما ناكل نسوي الشاي العراقي شيء طبيعي. فهسه راح نبدأ لأنه أنا صدق جعت. يلا خلينا نبدأ. خلي شوي نقرب الميس. بس احنا نسينا هذا الشيء. وهذا الخبز لازم اخليه له بالجدريه حتى بعدين اخلي اللحم. تعالوا شوف المنظر. شوف شوف. اول شيء لازم نخلي الاجنحه لانه هاي طير بسرعه. وبعدين نخلي المعلاق وصدر الدجاج. حتى عزيز انت لازم تشيل. لا بعد 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 مشي. وهسه بعد ما استوى هاي الاجنحه راح نخلي الصدر مال الدجاج وراح نخلي المعلاق والبقيه. ليش اشتغل؟ ابغى شيء شعر. شلون المعنويات هسه؟ اللحم صارت جاهز تقريبا. بطنه قامت تقرقر. ايش طبيعي المشاوي واحد ما يتحمل والله. ما احنا عضيوك هسه الساعة 5 عندنا. اي والله جعنا يا صار ريقك. 5 وربع. انا بلي 11 ريقك. اي والله. يلا هسه شوي وناكل. طبعا هسه لازم اشوف طعمه زين ولا لا. بس خليت شويه خبز العراقي يصير بها طعم مال اللحم. خليه شويه منه. لا يكون مالي حطي بابي بابا. طبعا سويت فتلفه خلينا نشوف. خرافي والله خرافي. طيب كلش. سامكم العافيه. كلش طيب. صدر دجاج. بس تعالوا شوف المنظر هنا. منظر خرافي. شوف يعني مستوي كلش زين. خلي يكون حار. وهاي الوجبة الثانية. والله تقريبا شبعت يعني. بس لازم نشرب فيها كولا. هاي هم نخلي تكمل. احلى شي معلاق واحد ياكل هيجي سفري. Thank you.